اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. كلنا عارفين ان لما بنقف في مشكله كبيره او تحصل لا قدر الله مصيبه كبيره سواء مرض او موت او اي حاجه بنسترجع، يعني بنقول انا لله وانا اليه راجعون. محتاجين نعرف ليه بنقولها ويعني ايه انا لله وانا اليه راجعون. ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يخليك ويحفظك ويكرمك ويسترك ويرضيك ويرضى عني وعنك وعن الساده المشاهدين. امين امين يا رب جميعا يا رب يا رب وفريق العمل كله طبعا يعني يا رب امين. طيب احنا النهارده انا لله وانا اليه راجعون. ايوه بنقول انا لله وانا اليه راجعون، يعني ايه؟ الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. لا شك ان الانسان في هذه الحياه مخلوق وان الخالق هو الله عز وجل، لكن هذه الحياة احنا دايما نقول ما هي إلا مزرعة إلى الآخرة، والدار الآخرة هي الحياة الكبرى اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون، اللي هي الحياة الكبيرة يعني الحياة الأبدية اللي ما فيهاش موت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت، يعني نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. فالإنسان هو عايش في الحياة دي، عايش وسبحان الله أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، لكن الإنسان اللي يتجاوز أكثر من ذلك فده نادر يعني، لكن غالبا هتلاقي ما بين 60 والسبعين أو أقل. وبعدين تنتهي هذه الحياة، يعني هي مرحلة ثم تنتهي. هنروح فين؟ فهنروح إلى مكان آخر اللي هي نبدأ بقى الحياة الأخروية، ثم بعد ذلك اللي هو القبر، وده أول منزلة من منازل الآخرة، ثم بعد ذلك يكون الإيه؟ يكون البعث يوم القيامة. ونحن نؤمن بالبعث، يعني نحن نؤمن بالبعث وأن الله تبارك وتعالى سيبعث من في القبور، وأن الناس ستقف بين يديه سبحانه تبارك وتعالى. كل ده لازم يكون على البال، عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا، خدوا بالكم المسألة دي من ذكر هادم اللذات. إيه هو هادم اللذات ده يا رسول الله؟ قال الإيه؟ قال الموت. فأكثروا من الموت. ليه يا رسول الله؟ عشان تكون على طول يقظ وتكون منتبه، إن أنت مش عايش في الحياة على طول، مش مخلد فيها أبدا. لو خلد أحد لخلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعاه ربه فقال إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، إلى آخر ما قال ربنا تبارك وتعالى. ففي النهاية أنت عايش. طب الحياة دي عبارة عن إيه؟ الحياة عبارة عن اللي أنت عايش بأمر الله تبارك وتعالى، فأنت تعيش في هذه الحياة بمراد الله. فأنت عايش بتصلي بتصوم تفعل الطاعات وتعلم أنك عبد لله تبارك وتعالى. طيب الحمد لله أنا عارف أن أنا عبد، فلابد أن تعلم هي رحلة وراجع تاني. فعشان كده بيقول لك إن الله وإن إليه راجع، يعني أنت رايح في رحلة وراجع مرة تانية، سترتد مرة ثانية فتعود إلى مولاك سبحانه وتبارك تعالى ويسألك حينئذ عن كل دقيقة من دقائق الحياة. فأنت لابد أن أنت تنتبه للمسألة دي. أنت لله، أنت عبد، أيوة الحمد لله، عبد لمن؟ عبد لله. فلابد أن تسير وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ربك يقول لك اعمل اعمل، ما تعملش ما تعملش. سيدنا النبي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. ده سيدنا النبي. فإذا أطعت ربك وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون أنت على علم وعلى يقين أنك سترجع مرة ثانية، زي الإنسان اللي مسافر بلد تانية لا شك أن الطيور المهاجرة ترجع مرة تانية إلى أوكارها مرة ثانية أو إلى موطنها مرة أخرى. فإحنا هنرجع. فعشان كده دايما يقول إنا لله، أنا عبد لله رب العالمين، وأنا إلى الله إيه؟ وأنا إلى الله راجع. ولذلك أحد الصالحين كما حكى ذلك قال للفضيل إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال له الفضيل يا عبد الله عارف يعني إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فقال له طبعا أنا لله عبد ومدرك المسألة دي والحقيقة دي، وأنا راجع إلى الله تبارك وتعالى. يعني هي حياة
50 30 أكثر أقل، وراجع مرة تانية إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه. وإذا علم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فليعلم أنه محاسب، ربنا هيسأله سؤال وجواب. ومن علم أنه سيسأل فليعد للسؤال جوابا، هيسألك فأنت لازم تكون مذاكر كويس وتكون فاهم كويس. طيب عشان أذاكر كويس ده يشترط فيه الإخلاص، وإن المذاكرة دي تكون متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كنتش مبتدع في دين الله. كان ابن مسعود يقول: يا أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص سيدنا النبي عمل كل حاجة صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجات البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إيه؟ إلا هالي. طيب بس الرجعة دي بيخلي الإنسان عنده إيه؟ حزين، تعبان. ما هو برضه مفارقة الأحباب مش سهل، يعني شيء صعب، ويبقى صعب جدا على النفس. وبعض الناس ممكن بيدخل في حالة من حالات الحزن التي تؤدي لا قدر الله إلى الاكتئاب. فكأن ربنا تبارك وتعالى بيقول: شوفوا أنتوا بقى دي، أنتوا بتعملوا الحالة دي، كذلك الأمر لابد يكون وفق برضه مراد الله تبارك وتعالى. هي مصيبة، آه طبعا مصيبة، لأن الموت مصيبة، والقرآن سماها مصيبة، ربنا سمى الموت في القرآن: ولما أصابتكم مصيبة الإيه؟ الموت، فالموت مصيبة. طيب ولو حد أصيب بمصيبة كان سيدنا النبي يقول: فليتعذ بمصيبته فيا. قال لا، يعني الموت مصيبة هو. طيب تمام، أعمل إيه لما يكون حصل بقى حاجة من كده؟ موت واحد حبيب، صديق، قريب، أب، أم، ولد، زوج، زوجة، أتعامل معاه إزاي؟ أولاً تعال نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أولاً النبي كإنسان بشر، فيتعامل ببشريته عليه الصلاة والسلام. أصلاً مش هخرجك من البشرية بتاعتك دي، أنت بشر في النهاية. فبشر يعني إيه؟ يعني تبكي، ما فيش مشكلة خالص. وبتزعل، أه بزعل طبعاً، الفراق الأحبة صعب جداً وبزعل. ويا جماعة مش بإيدي، ده القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، مش بإيدي. يعني لو كان بإيدي كنت عرفت بقى هروح يمين روح شمال في المنتصف، ده لو بإيدي القلب، لكن القلب مش بإيدي. طيب سيدنا النبي لما مات ابنه إبراهيم إيه اللي حصل؟ بكى صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولوا له: وإنت بتبكي وإنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: طبعا القلب يحزن. أهو يبقى النبي ذكره القلب إيه؟ يحزن، فطرة بشرية، والعين تبكي تدمع، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. طب في الحالة دي نعمل إيه؟ اصبر بقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وكان بيزور أخواله فوجد امرأة عند القبر فبيقول لها وبيهديها: قالت إليك عني، وما بتعرفش سيدنا النبي، إنك لم تصب بمصيبتي، برضو مصيبة، سيبني في حالي، سيبني في حالي، أنت ما تعرفش اللي جرالي. خلاص فسيدنا النبي سكت، وهنا ما وقفش وقال لها: انت ما تعرفيش انا مين، ده انا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. لا، النبي، لان في الحاله دي ما ينفعش الاخذ والرد. طبعًا خلاص طبعًا. هي في حاله لما تهدى خالص ان شاء الله ممكن نشوف هنتكلم معاه ولا نعرفها ازاي. مين ده؟ ده النبي. يا نهار ابيض، هو انا يعني ايه اللي انا عملته ده؟ فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: انما الصبر عند الصدمه الايه؟ عند الصدمه الاولى. طب لما يحصل مصيبه يا جماعه نعمل ايه؟ شوف ربك في القران يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت وعلمت ذلك واسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. طب نعمل إيه بقى؟ جزاء دول إيه؟ ثلاث حاجات، وكل واحدة من الثلاثة أفضل من الدنيا وما فيها. أولئك عليهم صلوات من ربهم، الله يصلي على العبد. واتنين يدخلوا في الرحمة، في رحمات الله ورحمة. ثالثا ربنا يحكم على هذا الإنسان وأولئك هم الإيه؟ هم المهتدون. يبقى تلت ايه؟ تلت خصال. اول حاجة أولئك عليهم صلوات من ربهم، اللي هي ايه الصلاة؟ صلوات من ربهم، شوفي كل المعاني دي كلها تؤدي الى رضا الله عز وجل على العبد. فاذا صلى الله رب العالمين على العبد معناها ان الله قد رضي عنه ورضي عليه. تمام. الحاجة التانية رحمه ربنا تبارك وتعالى، ومن رحمه الله عز وجل ادخله جنته. الحاجة الثالثة واولئك هم الايه؟ هم المهتدون. يعني هذا الإنسان اهتدى بهداية الله تبارك وتعالى. إزاي اهتدى؟ لأنه التزم أوامر الله، والتزم ما حث الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. اللي هو لما يحصل لك مصيبة، أي مصيبة، مش شرط موت، أي مصيبة، إخفاق في حاجة،
قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ويريد تكمل بعديها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وكن على يقين. فاكرة الحلقة بتاع الثقة في الله رب العالمين اللي هو ثقة في الله تبارك وتعالى أنني على يقين أن الله رب العالمين يخلفني خيرا إيه؟ خيرا مما أخذ مني. فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طب لو حصل ده أولئك ثلاث حاجات بقى، صلوات من ربهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم، اتنين ورحمة، وأولئك هم الايه؟ هم المهتدون. شوفي قبل ما ناخد معلش اتصال، الأصمعي عليه رحمة الله كان في يوم من الأيام ماشي في صحراء ومعاه واحد، فالاتنين ضلوا الطريق. طب نروح فين؟ جعانين عطشانين، فيبعدوا بيبصوا كده من بعيد لقوا في خيمة، أثر خيمة كده، فيمشوا كده فيروحوا للخيمة. يا أهل الخيمة السلام عليكم. فالست تقول وعليكم السلام، عاوزين ايه؟ والله احنا قوم ضللنا الطريق، عاوزين ناكل، عاوزين نشرب. طب اقعدوا لغاية لما ابني يجي. طب ابنك اسمه ايه؟ عقيل. وكل شوية ترفع ستر الخيمة كده وتشوف ابنها جاي ولا مش جاي، جاي ولا مش جاي. فلقيت البعير جاي من بعيد، فقالت البعير بعير ابني، لكن الراكب مش ابني، ده قلب الأم. وصل، انت أم عقيل، أنا أم عقيل، فين عقيل؟ عظم الله أجرك في ابنك. في إيه اللي حصل؟ والله رفسته دابة فسقط في البئر فمات. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. طب انزل يا ابني اعمل اذبح العناق دي، يلا الخروف ده ولا المعزة دي اتبح عشان تأكل الضيوف دي. فالصمعي بيقول أنا اتجنن يعني من هذه المرأة، ايه اللي بيحصل ده؟ فوعى ذلك، فلما خلص وكلوا وبتاع قالت أفيكم من يحفظ، شوفي شوفي المرأة الصالحة، أفيكم من يحفظ شيئا من كتاب الله أتعزى به. يعني في آية في القرآن تسليني تهديني تطمن قلبي تريحني. فالأصمعي بيقول لها أنا حافظ القرآن. طب اقرأ يا ابني، قول يا ابني ربنا قال ايه في القرآن عشان اهدى الذين اذا اصابتهم مصيب قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اتوب بالله عليك، ربنا قال الكلمتين دول؟ قال لا والله ربنا قال الكلمتين دول. الله قال ذلك؟ قال لا والله ربنا هو اللي قال الكلام ده. فدخلت فتوضت وصفت قدميها وقالت يا رب عند الله أحتسب عقيل، وصلت ركعتين. ثم بعد ما انتهت من ركعتين قالت اللهم إني أقول ما أمرتني به، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا قلت فأنجز لي ما وعدتني، اللي هو إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جميل جميل، اليقين والثقة بالله كده والتوكل على الله. واللهم عافينا جميعا من المصايب يا رب، رب. والابتلاءات. ومعانا أم عبد الله. السلام عليكم. ايوه حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. ممكن اسال الشيخ اتفضلي ايه؟ معاكي اتفضلي يا فندم تحت امرك. كنت بتكلم بخصوص الـ 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 الشباب واحوالهم، يعني عندي تحديدا ابني يعني يعرف بنت وعايز يخطبها، بس مش خطبها بالفعل لكن مكلم اهلها. بس ايه؟ فهل يجوز منه يعني عاوز يخطبها وايه؟ مكلم اهلها بس، يعني مش هو مش خطبها بالفعل. مكلم اهلها بس مش بس مش مش رسمي، يعني ما تمتش خطوبه رسمي. يعني هو قال لهم انا عاوز اتقدم. قال بس هو، لكن ما تمتش يعني الامر مرجع لبعد الدراسه يعني. هو ابنك في الدراسه يعني؟ تمام. يعني هو في سنه كام والعروسه في سنه كام؟ في الجامعه يعني، خلاص فاضل لي سنه ويخلص الجامعه يعني. طب هو فاضل له سنه وهي فاضله سنتين، وهو بيخطب متكل مثلا اللي انتوا هتساعدوه فيه مال وفلوس وكده ولا ايه؟ والله هو يعني هو بيشتغل، هو مش يعني بيشتغل مستهد. هو في الجامعه يعني مستهد. هو بيشتغل. هل الشغلانه دي اللي هيكمل فيها بعد الجامعه ولا دي شغلانه مؤقته لغايه لما ياخد الكليه بتاعته؟ لا لا، هيشتغل ان شاء الله في نفس الشغلانه يعني، بس مش شغلانه ثابته يعني، شغل حر. يعني هو ثابت يعني شغلانه ثابته شغله بس حر. يعني حر هو يعني عامل الظاهر بيزنس مشروع او عامل حاجه. طيب وهم اهلها وخلاص يعني قالوا له مبدئيا موافقين، يعني عارفين ان هم مثلا بيكلموا بعض او بيشوفوا بعض؟ لا لا. امال ايه؟ لا، من وراء اهلها بيتكلموا يعني، حتى الوالد هو مانع يعني، هو الكلام حصل على انه خلاص ان شاء الله هنتكلم لما تخلص، بس لما تخلص جامعه ابقى تعالى يعني ونتكلم. ابقى تعالى بالظبط كده. لا تمام. هم مع بعض في الجامعه يعني؟ بيشوفوا بعض. فبيشوفوا بعض في الجامعه، بيخرجوا بره الجامعه كمان يعني، بيشوفوا بعض في الجامعه. وبره الجامعه. وبره الجامعه اكيد. فعايز اعرف ايه الحكم في الامر ده يعني، يعني هو طبعا خايف على اولاده بس مفيش وسيله للمنع كمان. ايوه طبعا. فعايز اعرف اعمل ايه او اتصرف ازاي. حاضر. هي عجبكي اصلا طيب العروسه ولا ايه؟ البنت كويسه ان شاء الله يعني. انت شفتيها وكلمتي معاها وكده؟ كويسه يعني. انتوا رحتوا معايا خطبتوا البنت دي او اتكلمتوا؟ لا
هو راح. طب ليه ما تاخدوش الخطوه دي دلوقتي؟ والدها هو اللي موقف الموضوع. الوالد بس تمام. حاولوا انتوا، واضح ان انتوا ما حاولتوش صح؟ لا حاولنا بس الوالد مانع الموضوع بعد الا بعد الدراسه، بعد لما تنتهي السنه يعني. باباها يعني صح؟ باباها فمش عارفه اوقف الموضوع قوي يعني رايي برضو تعملوا محاوله تانية وتحاولي تانية وتحاولي تكلمي مامتها، تروحي تزوري انت لوحدك مامتها، يعني خطوه في خطوه كده، خطوه يعني في خطوه. وعموما الشيخه اتجاه باباها إيه؟ يعني الموضوع من باباها خالص يعني، والدها هو منع الموضوع خالص. هو بس لحد هو خايف، بعد هو اعتقد خايف عشان البنت لا تشغل عن الدراسه يعني، عشان مفيش حاجه تشغلها عن الدراسه. ممكن يكون كده. ايوه بس اصل الواحد، بصي يا حبيبه قلبي، شاف حالات كتير زي كده، وبيبقى الاب زي ما الشيخ احمد بيقول خايف ان هي تتشغل عن الدراسه. ما يعرفش ان هي كده كده مشغوله. كده كده مشغوله بالظبط. لكن لما بيكون في اصرار من الطرف الاخر، طب طب ماشي هنيجي بس نزوركم، مش هنعمل اي حاجه رسميه، بس نتعرف على بعض. طب تصاحبي انت الام وتكلميها في التليفون، ده لو ليكي مزاج يعني للجواز. تصاحبي الام وتكلميها في التليفون، تعزمهم مره يعزموكم مره، بيلاقوا نفسهم ان الموضوع خلاص خرج كده من السيطره، وبيضطروا ان هم يوافقوا بقى على خطوبه ومش عارف ايه. مع الاسف لا يعني، هو في محاوله حتى يعني، هو الوالد حتى مش عايز ان اولياء الامور يحتكوا يعني، هو بس الوالد ما بينه وبين ابني بس يعني، عايز الموضوع يفضل في نطاقه هو وابني بس، لحد ما يشوفه بقى ويبتدي يعني. مش عارفه ليه انا من جوايا حاسه ان انت مش مش راضيه يعني، مش راضيه او مش راضي يعني، مالكيش مزاج ان الموضوع، مش عايزه يعني تساعدي في ان الموضوع ده يمشي. لا خالص، لا خالص. طب انت اتكلمت معاه قلت له يا ابني يا حبيبي يعني خلاص الراجل يعني هو اتمنك على بنته وقال لك خلاص انا موافق؟ قلت له والله، قلت له كتير. قال لك ايه بقى؟ احنا خلاص احنا كده، ما هو شبه موافق، ما هو الموضوع ماشي بسكه الموافقه ان شاء الله. ان شاء الله. ومش رافض يعني، بيبرر لنفسه، عارف حضرتك اي شاب في ايوه طبعا في العمر ده يعني بيبرر لنفسه يعني. طبعا انا عارفه الموضوع مش شرعي، بس مش عارفه اعمل ايه كمان. ماشي يا حبيبه. طب هو يعني اولا هو بعيدا عن الناحيه الشرعيه تماما يعني، انا جالي واحد كان سنه 2007 وكنت بتكلم، فقال لي انا بحب واحده وبتاع وحاجه زي كده، وانا طالب في الجامعه وانا محتاج اللي انا يعني انا بحبها، طب اعمل ايه في الوقت ده؟ ما ينفعش للشيخ او الداعيه او اي انسان البشر اللي هيقف قدامه ده ان يقول له الحب ده حلال ولا حرام، لان الحب في حد ذاته لا حرام ولا حلال. الحب في حد ذاته لا حرام ولا ايه ولا حلال، اي شيء فطري مش بايدي. لكن ايه اللي حرام وحلال؟ ما يترتب على هذا الحب، الوسائل بقى واللي هيترتب كده، اللي هو يا اما الحلال يا الحرام. نستخدم العواطف في ايه؟ حلو الكلام. فقال لي طب والعمل ايه؟ قلت له بص يا حبيبي، انت تروح للبنت وتقول لها الكلمتين دول، انا مرتبط بيكي وان شاء الله قدامي 6 شهور سنه وباذن الله اجي اخطبك رسمي، لكن في الوقت ده انا انت ان شاء الله ليا موافقه. موافقه. ولو حد جالك وبتاع وانت اخترته بتاع، يلا سلام عليكم ربنا يكرمك ان شاء الله. والله العظيم جالي قال لي بعديها، قال لي انا ربنا اكرمني وعمل كده، ربنا اكرمني ويسر لي الامر وخطبها رسمي، وبعدين قال لي انا جاي بشكرك اللي انا عملت الكلام ده. فأنا حد يقعد معي ولا يقول له حلال ولا يقول له ايه ولا يقول له حرام، لكن يحاول بقدر الامكان باللين لو بحبها خلاص يعني. احنا موافقين يا ابني، بس دي امانه. وربنا بيقول، النبي بيقول، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا ايه خيرا منه. فخليك في طاعه الله تبارك وتعالى، وخليك معاها يعني اولا انت خلاص بتحبوا بعض، بس ابتعد عنها الفتره دي لغايه لما السنه دي تخلص، وربنا ييسر لكم الامر ان شاء الله. انا مش عارف انت بتحكي على ايه، بس ماشي. على حوار الحب ده، احنا لازم نعمل حلقه عن الحب. وبعدين هو كده كده بيشوفها في الجامعه يعني، ف ماشي يا شيخ، هنعمل حلقات عن حلقات عن الحب. ماشي. طيب انا بشكرك جدا في نهايه فقرتنا، ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين.
وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وضيفنا دكتور صالح الشواف الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بيك. ربنا يحفظك يا أستاذة، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا رب العالمين. ربنا يحفظك ونتقابل دايما كده على خير وفي طاعة يا رب العالمين. بنتكلم عن ربنا، بنتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلام جميل وكلام بيقربنا من رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. ربنا بيقول لنا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيا رب ينفعنا بالذكرى دي يا رب العالمين. اللهم آمين. آمين آمين يا رب. وعايزين نتكلم على بر الوالدين ومكانة المرأة والأم في الإسلام وبر أمهاتنا. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت، اتكلمنا وهنفضل نتكلم ما شاء الله، نفضل نتكلم عشان احنا في أيام جميلة برضو، أيام مباركة كده، كل واحد ياخد كده نية كده ويجدد النية لله إن هو يدخل الجنة من باب بر الوالدين، الأم والأب طبعا. الله عليك يا استاذ دعاء، فعلا في باب كده هندخل منه اسمه باب بر الوالدين. قلنا في الحلقه اللي فاتت ان احد السلف لما ماتت امه بكى بكاء شديدا على وفاه امه وقال ابكي لان بابا من ابواب الجنه قد اغلق. الام دي باب من بابان الجنه وبيتقفل بموتها. كان في صحابي يا استاذ دعاء، رجل من التابعين، استغفر الله، ليس من الصحابه، من التابعين، كان عايش في عصر النبي، اسمه قويس ابن عامر القرني. الراجل ده كان من اليمن، والراجل ده عايش في عصر النبي بس ما بقاش صحابي عشان ما شافش النبي، لان العلماء بيشترطوا في الصحابي ان هو يشوف النبي. حد الصحابي مسلما لاقي الرسول وان بلا روايه عنه وطول، يعني شرط من شروط الصحابي ان يكون مسلما ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل النبي عليه الصلاه والسلام، دي من شروط الصحبه. فسيدنا قويس فقد الشرط ده ان هو يقابل النبي او يشوف النبي. ليه فقد الشرط ده؟ عشان كانت امه ست كبيره ومريضه، وهو فضل ان هو يفضل جنب والدته يرعاها ويشوف هي محتاجه ايه، وما يروحش للنبي، ما يروحش يشوف النبي، فاسلم بالنبي بس ما قابلش النبي. فنزل من مكانه الصحابي لمكانه الايه؟ التابعي، والتابعي ده مكانه اقل من الصحابي. بس شوفي بقى المنزله، مات سيدنا النبي ومات سيدنا ابو بكر وجت خلافه سيدنا عمر. في خلافه سيدنا عمر كل ما حد يجي من اليمن سيدنا عمر يسألهم أفيكم قويس بن عامر؟ أنت قويس بن عامر معاكم؟ فيقولون لا يا أمير المؤمنين، ما جاش السنة دي في الحج، قاعد جنب أمه ما بيسيبهاش. السنة اللي بعدها سيدنا عمر يسأل أفيكم قويس بن عامر؟ يجي حد جاي عمره من اليمن سيدنا عمر يقول لهم أفيكم قويس بن عامر؟ ده مين الراجل اللي سيدنا عمر عمال يسأل عليه ده؟ ده يعني إيه السر اللي يخلي سيدنا عمر يسأل على واحد من اليمن ما يعرفوش ولا قابله قبل كده، وواحد كمان من التابعين ما شافش النبي ولا قابل النبي ولا راح للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لغاية ما جه في سنة من السنين يا أستاذ دعاء سيدنا عمر يسأل أفيكم قويس بن عامر؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. أيوه موجود معانا السنة دي، جاي حج بيت ربنا. فسيدنا عمر نادى عليه قال تعالى يا قويس. فأقبل حتى وقف بين يدي أمير المؤمنين عمر. سيدنا عمر قال أنت قويس بن عامر القرني؟ قال نعم. قال يا قويس أنت من مراد قبائل ثم من قرن من أطراف اليمن، مكانك في المكان الفلاني الفلاني في اليمن؟ قال يا أمير المؤمنين نعم. أيوة أنت عارف السي في بتاعي كله. قال يا قويس كان بك برص في جسمك فشفاك الله منه إلا موضع درهم؟ قال يا أمير المؤمنين نعم. إذا قال يا قويس لك والدة أنت بها بر، ليك أم أنت بر بيها؟ قال يا أمير المؤمنين نعم. أيوة. قال يا أويس أدعو الله لي واستغفر لي. يا أويس أدعو الله لي واستغفر لي. قال يا أمير المؤمنين ومثلي يدعو لمثلك؟ أنا أدعي لك؟ قال يا أويس استغفر لي فإن رسول الله قال لي يطلع عليكم أويس بن عامر من أطراف اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فشفاه الله منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، يا عمر إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك فإنه لو أقسم على الله لأبره الله. الله الله يا الله يا يعني الله، دعاء مستجيب. ده مش مستجيب بس، ده النبي بيقول لعمر يا عمر ده لو أقسم على ربنا يبر قسمه. كل ده بره بأمه، عشان بره بأمه، عشان فضل ملازم لأمه تحت رجلين أمه تحت قدم أمه. الأم فضلها عظيم ومكانة الأم كبيرة جدا، ومهما عملنا عشان نرد لها الجميل والله العظيم مش هنقدر نوفي لها أي حاجة من جمال علينا. وعشان كده النبي لما الراجل جه لسيدنا النبي بيقول له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ طب مين تاني؟ قال أمك. قال ثم من؟
قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يا أستاذة دعاء مفيش حد بيحبك زي الأم طبعا، ومفيش حد بيضحي عشانك زي الأم. كل الناس ممكن تتخلى عنك، كل الناس ممكن تبيعك في لحظة من اللحظات، إلا الأم عمرها ما تتخلى عنك، تضحي بحياتها كلها وتتخلى عن كل حاجة بس ما تتخلاش عنك. كل الناس بتحبك وانت ناجح وانت صاحب وجاهة وانت صاحب منصب وانت معاك فلوس وانت مش عارف ايه، إلا الأم بتحبك في كل أحوالك. لو انت أسوأ واحد في الدنيا الأم بتحبك طبعا. فحب الأم غير مشروط، مفيش شرط لحب الأم، وعشان كده محتاجين ان احنا نتقي الله في أبائنا وأمهاتنا. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأم الجنة تحت رجلها، والأب رضا من رضا ربنا. سيدنا النبي قال للصحابي، قال رضا الرب في رضا الوالد، رضا ربنا في رضا أبوك، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فالأم الجنة تحت رجليها، والأب رضا ربنا متعلق برضا الأب عليك. اوعى يزعلوا منك، او اوعى يغضبوا عليك، واوعى ان هم يدعوا عليك. سيدنا النبي قال ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده سواء كانت حلوة او وحشة خلاص. فيا بخته اللي بيدعوا له، اتكتبت بقى يا بخته اللي بيدعوا له طبعا، واللي بيدعوا عليه اقول له الحق الحق نفسك. وعايزين برضو نواجه كده لكل ام واب، وبالذات الام ساعات بتبقى منفعله كده من ولادها فتدعي، هي بتقول بس من وراء قلبي، بس ما ينفعش اي كلمه بتقوليها بالسهل. ممكن توافق ان ابواب السماء مفتوحه فيستجاب، فيستجاب. فخدي بالك ما تدعيش على ولادك ابدا مهما حصل، ابدا ابدا يعني، وربنا يستر يا رب. اللهم امين، اللهم امين، ربنا يرزقنا البر بابائنا وامهاتنا يا رب. ودايما بقى بنقول ايه، ان الصدقه الجاريه دي حاجه جميله جدا. الصدقه الجاريه لما الواحد بيعملها لباباه او مامته اذا كانوا يعني ماتوا وسبقونا كده ان شاء الله للجنه، فبتبقى بر جميل بعد وفاتهم. واذا عملوه لهم وهم عايشين يبقى فرحوهم وهم عايشين ونفعوهم بعد الحياه عمر طويل بالظبط. فهي الصدقه الجاريه دي حاجه جميله سواء كانوا عايشين او ميتين. يا رب يجعلنا كده برين بابائنا وامهاتنا، ونقدر نعمل لهم حاجات تفرحهم وهم عايشين، ونكون برين بيهم ان شاء الله بعد وفاتهم. الصحابي سعد بن عباده لما جه للنبي قال له يا رسول الله ان امي ماتت، افاتصدق عنها؟ ينفع اعمل لها حاجه حضره النبي تنفعها؟ نفسي ارد لها الجميل، نفسي اكافئها. سيدنا النبي قال له نعم، وافضل الصدقه سقي الماء. وقال لنا سيدنا وحبيبنا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، اول حاجه منها صدقه جاريه. احنا هنشوف بقى دلوقتي مع حضرتك ومع مشاهدينا تقرير يعني، وربنا يكرمكم على كل الخير اللي بتعملوه، مؤسسه سقيا الماء والسرعه كده في الاداء. الله يحفظك يا سيدي. الابار يعني، انا سافرت نفسي معاكم واستلمنا اكتر من بير في مرسى مطروح في سيتي براني، وشوف بجد الشغل والمجهود. احنا دلوقتي هنشوف تقرير جميل جدا، بير مية صدقة جارية على روح والدة الفنان حسن الرداد. ربنا يتقبل ويجعله في ميزان حسناتها يا رب. الأم هي نبع الحنان، وهي مصدر الأمان. أي حد في الدنيا ممكن تعوضه الأيام إلا الأم. الأخ بتعوض، والصاحب بتعوض، والابن بيتعوض، لكن الأم مفيش زيها، مفيش حد زي الأم. بيقولوا يخلق مش شبه 40، لكن مفيش حد زي الأم. كل الناس بتحبك وانت ناجح وانت كويس وانت معاك فلوس وانت عندك شغل، إلا الأم بتحبك في كل أحوالك. واحنا دلوقتي عند بير الحاجة فادية عبد الحميد الرداد، والدة صديقنا الفنان الجميل الأستاذ حسن الرداد. والله رب العالمين سبحانه أسأل أن يرحمها برحمته الواسعة، وأن يجعل هذا البئر صدقة جارية في ميزان حسناتها يا رب العالمين. أكتر حاجة بحبها في حسن أنه إنسان طيب جدا جدا، وعطوف على الناس، وبر بيها جدا جدا، بيحاول يرضيني بكل الطرق، وبعدين دايما بيجي على نفسه عشاني وعشان بعض الناس، بيجامل كتير جدا، وده بيجهده وبيرهقه.
صحابي سيدنا سعد بن عبادة ماتت أمه، فجي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ ينفع أعمل لها حاجة؟ أنا نفسي أرد لها الجميل، نفسي أكافئها، تعبت عشان كتير واستحملت عشان كتير، نفسي أعمل لها حاجة يا حضرة النبي. أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم وأفضل الصدقة سقي الماء، أيوة أعمل لها وتصدق عنها، وأحسن حاجة تعملها لها صدقة مية تبقى في ميزان حسناتها قدام رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. مش عاوزين علاقاتنا بأبائنا وأمهاتنا تنقطع بالموت. يا رب يبارك في أعمار من كان منهم على قيد الحياة ويرحم من مات منهم. ودي رسالة النهاردة ببعتها من هنا من مطروح، ومن هذه اللمسة، لمسة الوفاء لكل والده ووالدته على قيد الحياة، بقول له قدامك باب من أبواب الجنة مفتوح، اوعى تضيعه. أحد السلف لما ماتت أمه بكى، ولما قالوا له ليه بتبكي؟ قال أبكي لأن بابا من أبواب الجنة قد أغلق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فياللي ربنا أكرمك وأنعم عليك بأن هم على قيد الحياة، اوعى تضيع الباب ده من إيديك. ويا من مات أحد والديك، اوعى تقطع العلاقة بموتهم، وصلهم في قبرهم. سيدنا النبي قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. فيا رب ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، واجعلنا بهم بارين يا أرحم الراحمين، واجزهم عنا يا ربنا خير الجزاء. والله أسأل أن يرحم الحجة فادية الرداد وجميع أمهات المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. أنا بحبك جدا، فضلك علي هفضل شايله طول العمر. أي نجاح الواحد بيعيشه دلوقتي أو بيحققه بعد ربنا سبحانه وتعالى هو بسبب دعواتك. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وشفنا طبعا مع بعض تقرير جميل استلام بير والدة الفنان حسن الرداد الله يرحمها، ربنا يتقبل مع مؤسسة سقي الماء، وربنا يتقبل منكم جميعا. صدقة جارية دي هي الحاجة اللي هتفضل للواحد، فربنا يتقبل يا رب العالمين ويرحم الحاجة فادي الرداد يا رب. وسبحان الله الصدقة الجارية دي بقى بتغير حال الميت من حال لأحسن الأحوال، يعني سبحان طبعا الله. وتصله في قبره طبعا. يحس بيها، يحس ان احنا فاكرينه، ان احنا ما نسنهوش لما مات. عاوز اقول لك يا استاذ، بعض الناس بتعق ابائها وامهاتها بحجه ان هم اصل هم من جيل غير جيلنا، اصل تفكيرهم غير تفكيرنا، اصل هو مش قادر يوصل لتفكيري، اصل مش عارف ايه. يا حبيبي انا عاوز اقول لك ده ربنا امرنا ببرهم حتى وان كانوا كافرين، لو كانوا مش مسلمين اصلا ربنا امرنا ان احنا نكون برين بيهم. ربنا قال لنا سبحانه وجل وتعالى وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، تسمعش كلامهم في الكفر، بس اوعى تعقهم وصاحبهما في الدنيا معروفة. في الصحيح يا أستاذة دعاء من حديث أسماء أن أمها قدمت عليها وهي مشركة مش مسلمة، تقول أسماء فذهبت إلى النبي أستفتي وقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها؟ يعني حضرة النبي هو أنا ينفع أعملها كويس وأتوصى بيها وكده، أمي. فسيدنا النبي قال نعم صليها، أيوة اوعى تقصري معاها، اوعى تفرطي في أي واجب تجاه والدتك. فإحنا مأمورين ببرهم يا أستاذ دعاء حتى وإن كانوا على غير الإسلام. مبنا وأبائنا بفضل الله وأمهاتنا يعني كلهم على حال ترضي الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. فأنا بقول لك حتى وإن كان تفكيرهم غير تفكيرك، حتى وإن كانوا مش بيفهموك، حتى وإن كانوا بيصروا على حاجات معينة ربما ما كنتش متتقبلها، حاول توصل لهم وجهة نظرك بس بدون ما تكون عاق بيهم، وبدون ما تزعلهم، وبدون ما تجرحهم، وبدون ما تحسسهم بضعف أو بتقصير أو بأن هم مش قادرين يقوموا بالدور بتاعهم. خليك بر بيهم حتى في المشاعر الإنسانية، حتى في كل حاجة. ربنا رب يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. آمين. اللهم آمين. آمين آمين يا رب آمين. طيب نطلع فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريق. عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح
معكم مشاهدينا مرة تانية، وفي حلقتنا بنتكلم عن الأم وبر الوالدين وبر الأم. فالحقيقة يعني مش عايزين ننسى حبيبة قلبنا وأمنا كلنا، ماما عبلة، دكتورة عبلة الكحلاوي حبيبتي. وأنا سافرت مع مؤسسة سقيا الماء ورحت سيدي براني واستلمت البير صدقة جارية على روح دكتورة عبلة الكحلاوي مع مؤسسة سقيا الماء، وربنا يكرمكم ويتقبل الصدقة الجارية. اللهم أمين يا رب العالمين، ربنا يحفظك يا أستاذ دعاء ويجعلنا مفاتيح خير مغليقة شر، ويرحم الدكتورة عبلة، كانت امرأة عالمة بحق، كانت عاملة امرأة عالمة عاملة. فأسأل الله أن يرحمها وأن يتقبل هذا العمل يا رب العالمين، وأن يجعله في موازين حسناتها يا رب العالمين. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنا أعتقد أن الدكتورة عبلة الكحلاوي تركت الثلاث حاجات دول بفضل الله. ما شاء الله، تركت الصدقة الجارية، بقيات الصالحات شاهدة لها، وأسأل الله أن يعني اجعلنا متعاونين في الخير يا رب العالمين يا رب. والعلم الذي ينتفع به، ولا كم ورثت من علم وتركت من علم، آت الحلقات والتسجيلات كلها تذكير بالله وكلام عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والولد الصالح الذي يدعو له احسب بناته على هذا الخير وهذا الخلق. فالله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى اسال ان يتقبل يا رب العالمين. امين يا رب. ونشوف التقرير معكم مشاهدينا النهارده على الصدقه الجاريه الجميله اللي عايزه اوريها لكم، تفرحوا كلكم معايا بيها النهارده. صدقه جاريه على روح الاستاذه الدكتوره عبله الكحلاوي من مؤسسه سقيا الماء، بير ميه. بير ميه هنا في سيدي براني، بيخدم البيوت والمنطقه الموجوده دي كلها. بير الميه طبعا زي ما انتم شايفين حنفيات الميه بتنزل. البير كمان بتاع مؤسسه سقيا الماء انا بحبه جدا، لانه بير كده كله ادميه، مش بير بالشكل التقليدي اللي احنا عارفينه. انا طبعا اول مره اجي مرسى مطروح، اول مره انزل معاهم، وحسيت فعلا بجد بالصدق وبالمصداقيه وبالجمال في الشغل. بصوا مثلا البير الاساسي هو هنا، هو ده اللي بيبقى البير الشكل التقليدي، لكن هم عاملينه مجرد كأنه بيخزن بس المية، وفي موتور، والموتور بيمشي لحد لما بيملى خزان المية، وبعد كده حنفيات المية زي ما شفتوا، الواحد بقى يشرب منها، يتوضى منها. المية اللي بقية دي الطيور والحيوانات بتشرب منها، وربنا يتقبل بجد. أنا سعيدة جدا جدا، وادعوا كلكم لماما عبلة، وندعي لنفسنا كمان بحسن الخاتمة. ودكتورة عبلة كان دايما تقول لي ربنا يخرجنا يا بنتي من الدنيا على خير، دايما دي دعوتها، ربنا يخرجنا من الدنيا على خير. ماما عبلة حبيبة قلبي، خرجتي من الدنيا على خير، ونحسبك على خير، وإن شاء الله تبقي كده مع كل أهلنا كده ومستنينا في الجنة، وربنا يجمعنا بيكم في الجنة وفي الفردوس الأعلى يا رب. يا رب بقى احنا ندعي لنفسنا ان احنا نخرج من الدنيا على خير، ونعمل الاعمال اللي تخرجنا فعلا من الدنيا على خير. ربنا يكرم مؤسسه سقيا الماء، وشكرا على الصدقه الجاريه وبير الميه الجميل لماما عبله هنا في سيدي براني في مرسى مطروح. وربنا يتقبل من الجميع ويرحمها رحمه واسعه، وفرحته قلبي. شيخ صالح، احنا كنا مع بعض في الحلقه يوم وفاه دكتور عبلة الكحلاوي، ويوميها طبعا كان يوم صعب، ويعني سبحان الله تقيل على النفس كده، بس يعني برحمه ربنا، ربنا بيراضي فعلا. بس انتوا بقى يوميها قلتوا لي البشره الجميله بتاعه بير الميه. ربنا يحفظك يا استاذ دعاء، يعني طبعا حضرتك منورانا في مطروح، فانا عاوز اقول ان الاستاذه الدكتوره عبله رحمها الله انا احسبها كانت رحيمه بالخلق، فسخر الله عز وجل لها من يجري لها خيرا، وصوت الدكتوره عبله كان يرن في كثير من بيوت المسلمين. فانا عاوز اقول هتعمل حاجه لخلق الله، ربنا سبحانه وجل وتعالى هيكافئك بالصفه دي. صح. هي كانت رحيمه بالخلق، فربنا سخر لها ناس ما لهمش علاقه بيها يعملوا لها خير فعلا. واللهم لك الحمد، ها هي مؤسسه سقيا الماء تنجز ما وعدت به وتقوم بما وعدت به على الهواء، وبفضل الله فترة قليلة جدا بفضل الله قامت المؤسسة بما وعدت به من إنجاز بئر صدقة جارية على روح الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله. فعلا سبحان الله، يعني احنا كلنا واحنا عايشين اللي نقدر نعمله من خير نعمله، حتى لو بكلمة حلوة، عشان ربنا يسخر لنا اللي يعمل لنا بعد كده. احنا عايزين طبعا كل مشاهدينا اللي بيتابعونا يدعوا كده لماما عبلة ويقروا لها الفاتحة. نسأل الله جل وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة. اللهم إنها كانت ترحم الأيتام والمساكين والأرامل، فكن بها رحيما يا رب العالمين، واجعلها مع النبي المصطفى في جنة عالية تطوفها دانية
لا تسمع فيها لاغية برحمة منك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. ربنا يتقبل بسر الفاتحة. شاركنا خير كبير وساهم معانا في حفر بير. بدعمك وتبرعك هنفضل مستمرين في توصيل المياه للأسر الفقيرة وحفر الآبار في مطروح وسيوة لأهالينا. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. يعني شفنا طبعا مع بعض التقرير وجماله، فعلا واحد بيكون فرحان جدا ان هو يعمل خير، وطبعا الصدقه جاريه وبير ميه. وعايز اقول لك انه بناتها قالوني انه سبحان الله، هم حد شاف رؤيه انه ماما عبله بتوزع ميه قبل ما استلم البير بيوم. الله اكبر. بعدها شافوا بقى الفيديوهات اللي انا حطاها على السوشيال ميديا، وبعد كده التقرير بقوا يقولوا سبحان الله، ان هي كان الرؤيه معناها ان هي عايزه ميه، عايزه حد يعمل لها ميه، البير وصل. الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله. اسال الله ان يتقبل. الدكتور عبده كانت امراه نحسبها كانت صالحه وكانت عالمه وكانت عامله، فالله اسال ان يتقبل يا رب العالمين. أمين. ويا رب كده يستخدمنا دايما في الخير وفي خدمه الناس، وان احنا نكون بارين بابائنا وامهاتنا ونوصل رسائل رحمه يا رب العالمين يا رب. وطبعا الصدقه الجاريه في مؤسسه سقيا الماء، ابار الميه وصلات الميه، سكوك النخيل، كراتين رمضان، واحنا داخلين على ايام مباركه، وكراتين رمضان وسكوك النخل بفضل الله. ما شاء الله. وطبعا احنا كنا مع بعض برضو في احتفال نظمته مؤسسة سقيا الماء، لانه في ناس كتير جدا ما شاء الله يعني عاملين سقوك النخيل، وراحوا بقى بنفسهم وزرعوا النخل بتاعهم وشافوا في ما شاء الله في وادي النطرون، دي قرية سقيا الماء. احنا عاملين مجموعة قرى وقف لله، تلات قرى لغاية دلوقتي، بس عشمانين نكمل بفضل الله عز وجل. التقرير اللي هيتعرض ده من احدى القرى، قرية سقيا الماء 2 في مدينة وادي النطرون محافظة البحيرة. بفضل الله 100 فدان وقف لله. بفضل الله 100 فدان كاملة وقف لله، كل ما يخرج منها احنا زرعنا جزء وعشمانين نكمل بفضل الله عز وجل. تتزرع نخل وزيتون ورمان بفضل رب العالمين سبحانه وجل وتعالى، وعشمانين احنا نكمل بفضل الله زراعة بقية الأرض كلها، ويبقى كل المكان ده وقف لرب العالمين، كل ما يخرج منه ينفق على الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين والأيتام. يا رب استخدمنا في الخير وانفعنا يا ربي بهذا العمل يا رب العالمين. اللهم امين امين امين. بشكر حضرتك طبعا في نهايه حلقتنا، ربنا يحفظك. وبشكر مشاهدينا، واسيبكم مشاهدينا مع اخر تقرير خير وانجازات من انجازات مؤسسه سقيا الماء في حلقتنا النهارده، وحفل زرع واستلام سقوك النخل في قريه سقيا الماء 2 في وادي النطرون. مساء الخير سادات والسادة، أهلا بحضراتكم معانا النهاردة، وسعداء ومتشرفين بوجود حضراتكم عشان الكيان اللي احنا بنشهده مع حضراتكم، وهذا التجمع والإنجازات الحقيقة سقيا ماء هي الحقيقة الفضل الأول والأخير لحضراتكم. ففي البداية ياريت تحية لكل السادة الحضور، ونشكركم على مجهوداتكم، نشكركم أن انتم صدقتوا فينا، ونشكركم لدعمكم فكرة الخير اللي ظهرنا بيها من خلال مؤسسة سقيا ماء. حضرتك كملتوها، والفكرة دي هتبقى نهج حياة، هيبقى طريق هنعيش عليه إن شاء الله الفترة اللي جاية. فالنخيل هو يخرج فسائل لها دوام، له استمرارية، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فالنبي لم يقصد بأن الفسيلة في زراعتها بعد قيام الساعة، إلا أن هذا فهم يدلل على مراد رسول الله من هذا الأمر، لما في ذلك من نفع عميم وخير عميم. هو ده الفرح اللي بجد، هو ده الفرح الحقيقي
الفرح بطاعة ربنا سبحانه وجل وتعالى، الفرح ان احنا نعمل عمل خير وجايين نشوفه بنفسنا بفضل الله عز وجل. وعاوز اقول لكم بفضل الله ان احنا بنيجي هنا كتير جدا كدعاء مع مؤسسة سقيا الماء، بننزل على الارض وبنشوف كل حاجة بفضل الله. احنا النهاردة في قرية سقيا الماء 2 في وادي النطرون، اللي هي بفضل الله 100 فدان هتكون وقف لله ما بقيت الدنيا بفضل الله عز وجل. هذا بفضل الله، ثم بفضلكم أنتم، ثم بمساهماتكم أنتم، ثم بتبرعاتكم أنتم. فلولا فضل الله ثم حضراتكم لما كنا الآن في هذا المكان. عاوز أقول حاجة مهمة، إن إذا كانت مؤسسة سقيا الماء عملت التكريم ده، فلو مؤسسة سقيا الماء عملت التكريم النهاردة وعملت التكريم بكرة وعملت التكريم بعد بكرة وطول الوقت علشان تشكر الناس الجميلة اللي موجودة، لن توفيكم حقكم. والتكريم الأكبر والأعظم هو من الكريم سبحانه وتعالى. صلوا على سيدنا النبي، اترك أثرا في دنياك كي تلقى رحمة مولاك، ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك. اي مشروع او اي انجاز احنا النهارده بنقول عليه، بنقول ان احنا عملنا 630 بير، عملنا عمليات عيون، عملنا وصلات، انتم بعد ربنا كنتم السبب ان احنا نوصل النهارده ونفرح بالحسنات وبكم حسنات اللي احنا عملناها. احنا لما جبناكم النهارده مش بس عشان نطمن قلبكم بالصدقه بتاعتكم او بالنخله اللي هي موجوده، لا، احنا كمان عايزين احنا كمان نطمن. اول حاجه ان احنا الصدقه اللي حضرتك بتديها لنا هي امانه في رقبتنا، فعمرنا ما بنطمن غير لما حضرتك بتستلمها وتفرح وتقول لنا ربنا يجازيكم خير على اللي انتوا عملتوه. عمر المؤسسة تقريبا سنة، لكن ما شاء الله انجازاتهم على الارض كتيرة جدا، ونزلت معاهم بنفسي علشان اشوف المصداقية على الارض، ورحت معاهم اكتر من مشروع. انا نفسي عملت معاهم صدقة جارية النخلة، وهعمل معاهم شجر الزيتون، وان شاء الله انا واخواتي هنعمل بير لبابا وماما الله يرحمهم، وكل ما هيبقى معايا ان انا اقدر اطلع مبلغ على بعضه صدقة هعمل كمان. عايز اعمل برضو لنفسي، لانه الواحد اتعلم كده ان هو برضو لازم يعمل لنفسه، مش يستنى لما هو يعني يموت وحد ايه يا ترى ولادي هيعملوا لي ولا لا. انا كنت عامل وصلات مية، وبعدين لقيت في وقف نخيل، فأنا صدقت قلت الحمد لله دي فيه أكتر من وجه لأوجه الخير في المؤسسة. ربنا يكتر من أمثالكم كمؤسسات خيرية، وبالتوفيق دايما يا رب إن شاء الله. أنا مبسوطة جدا لأن أنا شفت بعيني، وكان نفسي إن أنا أشوف النخلة وأبقى بإيدي وأبقى شايفاها والحاجة أعملها بإيدي. فستم عبد الرحمن يعني ربنا يكرمها قالت لي تعالي وزرع النخلة بإيدك وشوفي بإيدك وتابعي، فطبعا ادتني الثقه الكامله في مؤسسه سقيا الماء. هذا النخيل ان شاء الله يكون له ثمره ويصرف على ايتام المسلمين يا رب العالمين، وباذن الله وباذن الله سنتبرع مرات ومرات. ورحم الله سبحانه وتعالى القائل: لو تحرك اغنياء الامه ما بقي فقيرا واحدا. ادعو كل من يقتدر على فعل الخير ان يسارع. ازرع نخيل بلح طارح يصرف على بيوت ومطارح، رزق الفقير وخير كتير مش من النهاردة ولا امبارح. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.